السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا الخبر هذا الذي يخص المشاركين والمشاركات في الإحصاء العام للسكان والسكنة برسم سنة 2024. إذا إحدى الأكاديميات صدرت مؤخرا قرارا مفاجئا يهم الأطر التربوية المشاركة في عملية الإحصاء اللي غيكون ابتداء من شتنبر 2024. إذا هذه المراسلة التي صدرت عن الأكاديمية الجوية للتربوية والتكوين جهاز مسا لقت واحد الاستياء كبير من طرف يعني الأطر التربوية الإدارية العاملين بمدارس الرياضة بالجهة بعد استثنائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنة المزمع إجراؤه انطلاقا من فاتح شتنبر القادم. إذا ما وقع وأن جهاز مسا يعني أكاديمية جهاز مسا صدرات واحد الوثيقة واحد المراسلة جهوية تخص بالضبط يعني الأساتذة والإداريين وكذا المفتشين العاملين بمؤسسات الريادة من يعني استثنتهم من المشاركة في الإحصاء اللي غيكون في شتنبر 2024. بالنسبة لهذه الأكاديمية فهذه المراسلة هذه التي اللي راسلتها المديرية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للتخطيط في الجهاز مسا أنه على غرار أكاديمية المملكة في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026 وفي إطارها الإجرائي السنتين 2024-2025 يشرفني إعلامكم بأنه سيتم استثناء الأطر الإدارية والتربوية العاملين بمؤسسات الريادة من المشاركة في إحصاء السكان والسكنة 2024. إذن هاد مقتطف من المراسلة، إذن تشير إلى أنه يعني ستبعث المندوبية السامية للتخطيط بلوائح الأساتذة والإداريين العاملين بمؤسسة الريادة بالجهة لكي يتم استثناؤهم من المشاركة في هذه العملية. إذا الوثيقة إذا أوضحت أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة لإنجاحه، مشيرة إلى أن المديرين الإقليميين التابعين للأكاديمية الجهوية المذكورة يعني جهة مسا سيعملون على التنسيق مع مصالح المندوبية السامية للتخطيط بالجهة من أجل حصر والمصادقة على لوائح الموظفين الذين سيرخص لهم للمشاركة في الإحصاء. إذا ما وضحت في البداية أن هذه المراسلة هذه تشير إلى أنها ستبعث إلى المندوبية السامية للتخطيط بلوائح الموظفين الذين سبق لهم أن يعني قاموا برغبتهم في مشاركة في هذه العملية هذه لكي يتم استثناؤهم من المشاركة. لكن هذا القرار بطبيعة الحال أثار واحد ردود فعل غاضبة بين الأطر التربوية والإدارية المعنيين الذين اعتبروا أن استثناءهم من مشاركة هذا الورش الوطني المهم من شأنه أن يحرم الدولة من موارد بشرية مهمة اجتازت جميع مراحل التكوين، مؤكدين أن الإحصاء يعد استحقاقا وطنيا وواجبا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن استثناء الأطر التربوية يعتبر تناقضا واضحا مع مضمون مراسلة رئيس الحكومة التي أكد من خلالها على أهمية المشاركة في الإحصاء. إذن بطبيعة الحال مجموعة من الأساتذة ومجموعة من الأطر الإدارية والتربوية في هذه المؤسسات التي تم استثناؤها يعني دار واحد ردة فعل على هذا القرار هذا بطبيعة الحال، باعتبار أن مجموعة من الأساتذة يعني شاركوا في جميع العمليات السابقة في هذا الورش الوطني، منها يعني اجتيازهم للانتقال الأولي ثم المشاركة في التكوين عن بعد الذي استمر يعني لثلاث أشهر تقريبا، ثم بعد ذلك يعني شاركوا في إجداز الامتحانات المقابلات الشفوية. إذا لا يتم طبيعة الحال إذا من طبيعة الحال سيتم استنكار هذا الأمر لأنه منذ البداية يمكن أن يعني أن تتم هذه العملية منذ البداية، يعني لا بأس إذا كانت مراسلة من طرف المديريات أو الأكاديميات الجهوية المندوبية السامية للتخطيط من أجل استثناء هذه الفئة قبل انطلاق التكوين عن بعد. إذا طلب مجموعة من النساء ورجال التعليم الحكومة بالتدخل الحاسم
وحث الأكاديميات على التراجع عن قرارها، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للأطر التربوية الإدارية، وتحد من مساهمة فعالة في الأوراش التنموية الوطنية المهمة. إذا كاينة واحد المراسلة من طرف هذه المجموعة من الأساتذة والأستاذات والإداريين والإداريات في هذه المؤسسات المعنية إلى رئيس الحكومة من أجل الضغط على هذه الأكاديميات من أجل التراجع على هذا القرار. يذكر أن عملية الانتقاء القبلي تلقائي للمشاركين في هذه العملية الوطنية انطلقت ابتداء من 28 فبراير الماضي لانتقاء ما يزيد على 200 ألف مرشح ومرشحة وفقا للمعايير المطلوبة والحاجيات المسجلة على المستويات الوظيفية والترابية وفق ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ سابق. إذن كخلاصة لهذا الخبر هذا، أنه ما يهم أن أكاديمية واحدة، يعني ماشي جميع الأكاديميات، يعني أكاديمية جياسوس ماسة راسلت المندوبية السامية للتخطيط من أجل استثناء العاملين والأساتذة بما فيهم الأساتذة والأستاذات والإداريين والإداريات وكذا المفتشين، يعني المؤطرين لو المواكبين لهذا الأساتذة الذين يعملون في هذه المؤسسات من أجل استثنائهم من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني اللي هو الإحصاء. لكن بطبيعة الحال بعد مراسلة الأكاديمية الأساتذة والإداريين، يعني ليس فقط الأساتذة، جميع الموظفين العاملين في هذه المؤسسات بالجهة استنكروا الأمر باعتبار أنهم اجتازوا مجموعة من المراحل، إذن منها يعني العملية الأولى التي قاموا بها بطبيعة الحال، يعني المشاركة في التكوين عن بعد، ثم اجتياز المقابلات الشفوية، بعد ذلك يعني مجموعة من المراحل، إذا هناك من قطع مجموعة من المسافات من أجل الحضور على المقابلة الشفوية، في الأخير يتم استثناؤهم. يعني أمر يثير كثير من التساؤلات، لماذا لم يتم استثناؤهم منذ البداية حتى لا يتم يعني هذا المجموعة من هذا الزمن وهذا المجموعة من الوقت من أجل المشاركة. إذا بطبيعة الحال كما يعلم الجميع بأن هذه العملية ديال الإحصاء غتكون ابتداء من شتنبر، يعني مع الدخول المدرسي. يعني مجموعة من الأسئلة تطرح حول هل هناك إمكانية لتوقف الدراسة، الأمور يعني لن توضح بعد، يعني الأمور لن تكون واضحة حتى بعد الصدور، إلا بعد صدور المرسوم الخاص بالموسم، بداية الموسم الدراسي المقبل 2024-2025. إذا كل هذا ما جاء في هذا الخبر. السلام عليكم ورحمة الله.